Ferrer de rir, vi uma باش نعملو receita fricassé, باش نبداو بالعجينة. عندنا 500 غرام فرينة, باش ناخذو نصف مغرفة صغيرة, نصف مغرفة صغيرة خميرة, نصف مغرفة ملح, نصف مغرفة سكر ولا مغرفة ناقصة شوية, وكعب عظم وشوية ماء دافي. باش نبداو بالعجينة, نحطو خرطة الفرينة بتاعنا, نحطو شوية سكر ملح, الخميرة بتاعنا, كعبة العظم, نحطو شوية زيت نتاع ثلاثة مغارف زيت هكاكا, ثلاثة مغارف دوران زيت, باش نبداو نلم العجينة نتاعنا بالماء الدافي. نلم العجينة نتاعي ونرجعكم. هذه العجينة نتاعنا توا حضرت, عجناها بالباهي, توا باش نغطيوها بطرف قماش ونخليوها تخمر سواء من زمان, بعد نرجعو نعملوها ديبور ونخليهم يخمروا شوية, ومن بعد نسخنوا الزيت بالقدا وكيف يسخن نقصوا في الغاز ونحطوا الكعبات يتقلي. توا بدينا نخدموا في كعبات, بعد ما خلت بدينا نخدموا في كعبات الفريكانسي نتاعنا, باش نحطوهم في طبق ونخليهم يرتاحوا, من بعد نقليوهم. توا كعبات الفريكانسي نتاعنا خمروا, باش سخنت الزيت باش نقص في الغاز ونحطهم يتقليو. توا